نذهب إلى اليوم السابع والحديث عن إحباط أخطر العمليات الإرهابية في مدن القناة. التفاصيل في الخبر تتحدث عن توجيه جهاز الأمن الوطني لما وصفت بضربة جديدة للعناصر المتطرفة اللي بتسعى لارتكاب أعمال تخريبية بتستهدف بعض مؤسسات الدولة الحيوية، وضربة أيضا للخلايا العنقودية لجماعة الإخوان اللي بتحركها بعض القيادات الإخوانية الهاربة بالخارج. وتم بالفعل قتل أحد أعضاء ما يطلق على نفسه الحراك المسلح وهو منبثق من رحم هذه الجماعة. الداخلية قالت في بيان رسمي ليها ونقلته اليوم السابع، قالت ان قطاع الامن الوطني تمكن من تحديد مكان اختباء احد هؤلاء هذه العناصر الارهابية وعناصر الحراك، وهو طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الازهر، وانه مطلوب في عدد من القضايا الاخرى وبعض القضايا المعروفة ايضا اعلاميا بتحرك حسم ولواء الثورة، وانه كان مختبئ باحدى المزارع بمنطقة جمعية السلام تحديدا في محافظة الاسماعيلية، وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتم استهداف المزرعة، ولكن الإخواني بادر بإطلاق الأعيرة والقوات تبادلت إطلاق الأعيرة معه ولقى مصرعه خلال هذه العملية.